افتتحت كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت معرض التصميم الهندسي 29 الهادف إلى إبراز المشروعات الهندسية المتميزة وتوفير البيئة المحفزة لثقافة الإبداع وتطبيق الحلول التكنولوجية في الحياة العملية بطريقة سهلة. معرض التصميم الهندسي يقام مرتين بالسنة في نهاية كل فصل دراسي. في هذا المعرض الطلبة يقدمون مشاريعهم الهندسية اللي اشتغلوا عليها خلال الفصل الدراسي. طبعا جميع الأقسام الهندسية تشارك في هذا المعرض. نتمنى طبعا أن المشاريع هذه يتم استثمارها على أرض الواقع وتبنيها عن طريق القطاعات المختلفة في الدولة، وأيضا أتمنى أن يكون الخريجين يحصلون على الوظائف المميزة اللي تأهلهم إلى تطوير منشآت الدولة وتطوير النظم.